بسم الله نبحر في هذه العوالم أمم أمثالنا، فيها العجب والدهشة، فيها الأمل والبهجة، فيها صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. وفي بداية الرحلة اخترنا أن نتحدث عن ملك الطيور العقاب، وهو أقوى الطيور الجارحة وأعظمها، والذي يتنزه عن الجيف إلا في أضيق الحدود. تستطيع العقبان الطيران بسرعة كبيرة محلقة في السماء الواسعة، وحين تلمح فريستها تهبط منقضة عليها في خطوط لولبية مستخدمة أقدامها ذات العضلات القوية والمخالب الخارقة، وباستخدام منقارها المعقوف تقوم بتمزيق فريستها. تنقسم العقبان إلى 71 نوعا، منها على سبيل المثال العقاب الفلبيني، وهو من أطول أنواع العقبان، حيث يصل طوله إلى 106 سنتيمتر، والعقاب الذهبي وهو أسرع العقبان، حيث تصل سرعته إلى 240 كيلومتر في الساعة، ويعتبر ثاني أسرع طائر بعد صقر شاهين. وأما عن الأقوى فهو العقاب المخادع، الذي يستطيع حمل ما يزن من 9 كيلوغرامات والطيران به. وللعقاب مكانة عند العرب، حيث يعتبرونه من الطيور الشريفة التي لا تأكل إلا من صيدها، وله نظر حاد وثاقب في رؤية فرائسه، لذا اتخذته بعض الدول شعارا لها. ويقوم الذكر في معظم الأحيان بالسعي لإحضار الطعام لأطفاله، وتقوم الأنثى بحماية العش والعمل على حراسة صغارها، وتكون الأشجار الطويلة أو الحافات الجبلية العالية مكانا لبناء أعشاش هذه العقبان. وفي معظم الأحيان تضع الأنثى بيضة أو بيضتان. وفي نهاية الرحلة أتمنى لكم الاستفادة. دمتم في أمان الله، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة لنبحر معا في هذه العوالم.